تينا خليك تشكري جدا بعد واحد 200 درهم وقيت على الله سبحان الله والله نعم. العظيم عندك الوليده عندي الوليده شحال عندك الوليده ثلاثه تبارك الله شحال هذا الرزيق ديالك جا سنعم سبحان الله ما كانتي في بالك سبحان الله انا عرفتك ما عندك شي نعرف لا تنسى عندك عندي والله ثلاثه ديالك الله يرحمه سبحان الله العظيم اللي كيقول لك شي حاجه ثلاثه ديالك وين الانسان كيسعف شي حليله هذا الهدف سي طلع العوام سي نعرف التاكسي د عوام كيطلع 4 دراهم باش نطلع العوام تقدر تعطيني 4 دراهم لا عندك على الله ما عندكش ما طلع المش ما زعما دابا واش عندك بغيتي تشتيها لي ولا عندك باش ديباي ما عنديش انا نقدر انا ديما كنكون في زمان هيا نقدر شي ساعه نطيها لك ها زعما تشتيها لي الا كان ساعه عندك تيها لي بلا ما الله يرحم والديك وشكرا انا رجعت سنعان فم وجهك والله العظيم كنس دابا نسيت والله الا جبرتيني عاد خليك تشكريني دابا عاد واحد 200 درهم وقيت على الله سبحان الله نعم والله العظيم عندك الوليده عندي الوليده شحال عندك الوليده عندي ثلاثه تبارك الله سبحان الله هذا الرزيق ديالك جا سنعان سبحان الله ما كانتي في بالك سبحان الله انا عرفتك ما عندكش انا عرفت لك انت عندك عندي والله ثلاثه ديالك الله يرحمه والله سبحان الله العظيم اللي كيقول لك شي حاجه ثلاثه ديالك سبحان الله بحال يا بنادم كيقول لك دولا ليسانس هكا درهم كيقولوا غير دي درهم ديالك دي درهم والله شنو هذا الخدمة ديالك كتجمعي هاد بودينة هاد بودينة كطر كيفاش مع درا مثلا مع السخرة غالية تبارك الله لا عطيت الدنيا كلي الصالح الدنيا دابا سينا مجوز تبارك الله تكون كاري ولا في السكينة ديالك بعد لا السكينة ديالك الحمد لله بعد ولكن الواحد كيخرج كيترزق على الله كيخدم كيترزق على الله تجمع رضي ما تبيعو مرة يجيب الله مرة ما يجيبش مرة ما يجيبش الله برافو لك مرة تصبح مريض مرة تصبح ناعس هادشي اللي كان وهذا غادي خفيفة ديالك الصحة والراحة وحوايج مبروكة الله يرحم والديك الأمور يا هذيك الله يعاونك سلامات السلام عليكم عمو ديالي كيف سينا مزيان بخير الصحة مزيانة كيف ماشي مع رمضان والحمد لله وشكرا والله إلا جمعتيني خرجت من الدار وما زدتي معايا فلوس دابا عندك سيني شي 5 درهم تناول ريال تيتوان الله يرحم والدي نتلاقى بسعادة الخير ان شاء الله نفديها مع بعضيتنا والله ما خبي عطاني سبحان الله ما عندك شي كاين اللي كانت عندي انا شنو واحد العين هنايا عطيت هذيك الهلطه اه كتسكن غير هنايا تما كتسكن غير كتسكن لا في مجمع دار وانا كنسكن تما شنو هي الخدمة ديالك؟ غاد شطر غاد شطر شطر ان شاء الله غاد شطر شطر على ديك الطريق بالكرنة انا اسف في الدرير صار قلت هذا هو الراجل الطوراني اللي خصنا نعطيو لواحد الباراج واخا هي قليله وين الانسان كيسعى غير شي قليله كلشي كثير الحمد لله واخا شي قليله هذه الهضره هذه هي اللي عجبتني لا كان عليك تقليل عبد الله سبحانه وتعالى تمام الانسان اللي وقف مع بعضيته على قد الشوك برافو انا نجيب لك السخيره ديالك واخا الله يرحمك باش تمشي تعدى لك الساعه شوف شي نهايه تعدى شي شيء وتفضل الله يرحمك
شوف هادي واش مزيانه ليك؟ الله يودك. مزيانه ولا؟ الله يعطيك الخير. ها يعطيك الخير. دابا الوليدات هي هذيك نمشيو ان شاء الله الامور تكون مزيان. دابا شوف رجع للدار حتى غدا ان شاء الله. يعني هذيك شحال دابا انا شحال كنت عاد تبيع يعني هاد التطار هذيك؟ شحال ما كان تبارك الله. دابا الساعة المغرب قريبة رجع للدار حتى غدا ان شاء الله. البركة اللي كنت عاد تسخر بها هي. الله يحكيك الخير. نتلاقى سعادة الخير ان شاء الله. انا ما ساكنش تما، انا غير بغيت الله يرحم والديك، ولكن حنا الحمد لله خوت. الحمد لله. لا بسلام عليك. الله يرحم الحاجه اللي عجبتني في هذا الفيديو هادو كاملين اخوتي ديالي، من بعد كنتلاقى مع الناس جدادين ما كنعرفهمش وما كيعرفونيش، وكتكون بيناتنا واحد المعرفه وشرف لي كبير نتعرف عليهم. من بعد ابسط حاجه الا كانت عندك ولو كتقول نتينا بغرط عينك بسيطه، كاينه فعلا كاينه الناس اللي كيحتاجوها، واخا انت تبان لك واحد الحاجه ما ساويه لا شيء. بزاف ديال الناس كنشوفوهم وبزاف ديال الناس محتاجه ومحتاجين فعلا حنا نتعاونوا مع بعضياتنا. هذه مجرد تجربه اجتماعيه ونشوفوا رد فعل الانسان في الشارع. فعلا مشينا عند واحد الفئه اللي مسكينه فعلا محتاجين، حيت ما عارفين خايل معايا تقدر تبقى نهار كامل وانت كتسبقش وكتعمل وكتبغي تبيع. والحاجه اللي عجبتني في هذا الفيديو هذا كامل اخدي لي كناكد عليها هي القناعه. من بعد مشيت عند السيد الاولاني كانت عليه 200 درهم ديال الكريدي خلصها مسكين. من بعد مشيت عند ديك السيد مسكين خلص 200 درهم ديال الكريدي باش يخرج ويكافح يعاود من جديد باش يشوف ديك 200 درهم مين يجيبها. فعلا ما كيخدمش عليها بالنهار باش كيجيبها، شوف شحال الوقت كدا باش كيجيب ديك 200 درهم باش يمشي يخلص من المحل باش يوكل لولادو حلالا طيبا. ثاني واحد اللي كان ماشي مسكين حتى نتشاطر، ماشي ساهله ديك المسافه الطريق كامله باش ضربه ونتينا صايم بمشي وفمجي. يعني مسكين كانت تتأذن على المغرب يعني هو ماشي طريق والحاجه اللي هي بسيطه. وشكرا بزاف المحسنين اللي تعاونوا وحاولوا ما امكن يعطيوا هاد القفه فعلا الناس اللي محتاجين. سبحان الله العظيم رزقهم اللي عيط لهم وحنا كنا غير سبب في هذه وصافي. ومزيانه امور بحال هذه نتعرفوا على المجتمع ديالنا اكثر. ونتمنى هاد الحلقه تعجبكم، ولو بغيتوا نستمروا فيها ضروري بالدعم بارطاج كومونتيرات باش ان شاء الله يبانوا حتى المحسنين اللي قدروا يتعاونوا في امور بحال هادي. وليدة كيف سينا؟ مزيانه بخير كلشي مزيان. وليدة شريت واحد الغيفه وما عنديش الفلوس. الله يرحم لك الوالد، انا باقي تبعاني الطريق. خذ خير اللي خصك خذ. الله يرحم لك الوالد ديال الوالده. الله يعافيك. الله يعطيك الخير الوالده. اللي خصك خذ. انا ديما هنايا كتبيع. انا دائما كتبيع. تبارك الله. الله يرحم لك الوالد ديال الوالده. الله يخليك باش معيشه وليداتي وهذا هو المسار ديالي. كما تيسيني كما تينا تعاملتي معايا وعطيتيني واحد الرغيفه، انا نتعامل معاك وعندك واحد الرزاق مزيان. اللي حبتها خاطرك خوتها. الله يرحم والديك. اللي حبتها خاطرك. تنا انا نجي عندك الوالي. هذا الرزاق ديالك الوالدين الخير. الله يسهل عليك الوالدين. صافي. الدنيا والاخره. الله يرحم لك الوالدين. الله يخلي لك صحيحتك. امين. بغيتك في المحفظة. تينا تعاملتي معايا. الله يسهل عليك. قلتي لي هاك. انا خاي مع كلشي. انا مع كلشي. حن واحد كيجي يقول لي الله يرحم الوالدين ما عادش كنقول لخويا هز. والله القسم. كنقول له هز. ربي كبير باقي الخير الوالدين. ماشي مشكلة خير. والله العظيم. الحمد لله باقي الرزاق. داك الشيء اللي كاين نديروا به الخير. ايوا الحمد لله ربي كيتسمى لك الخير ديالك. الله يسهل عليكم ويجيبكم التيسير. الله يرحم والديك الوالده. هذا الخير الخير جابوا لكم الله، كان جابوا لكم الله ربي بغاكم. الله يسهل عليك الخير. واحد يعني ما حد ديكسينا كاستين واحد اخر ربي يجيب لك واحد. هذاك الشيء اللي كاين اخي، هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء اللي كاين. الحمد لله الحمد لله. هذا السبب صدق الله العزه جيب لك الرزق لهاد البلاصه. الله يسهل عليك. ايوا الحمد لله. يا الوالده يرحم لك.